يعني واحدة قاعدة عندكم طول هالمدة في البيت وانتم ما تدرون عنها؟ يتراوالي لو أنا يصير فيني كذي ما أدش البيت ثاني مرة. اي حبيبتي هذه انتي وفي بيتكم، لكن احنا غير، احنا مو خوافين مثلك. ثاني شفتي ليش كذي خوافة؟ وش حقه ما ندش بيتنا؟ يعني البيت تسكنه واحدة غريبة احنا ما ندشه؟ انزين بنات ما عرفتوها منو؟ كل اللي عرفناه عنها ان اسمها سميرة بس. لا حبيبتي قصدك اللي انا عرفته انا. استاذة خيرية تعرف كل شيء داخل البيت وبرا البيت طبعا. بنات بقول لكم شيء، سامحوني ترى امي اللي دازتني عشان اعرف سالفة المرأة اللي توفت الله يرحمها. لا حبيبتي مسموحة، اصلا ندري ما شاء الله عليها، امك معروفة بالكويت وخارج الكويت انها ملقوفة، قصدي راعية واجب تحب توجب ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حيا الله اخوي، تعال حياك تفضل. هذول طلبتيهم منك هذاك اليوم؟ معاهم القفص والاكل والجوازات؟ كله كله ابد، كاملين مكملين. يا السلام عليكم. ما علينا منه، واسمية قولي لي منو تسمعين حق المطربين هالايام؟ هالايام قاعد اسمع راشد الماجد. راشد الماجد؟ زين وايد زين الله يوفقك. زين شو الاغنية اللي تسمعينها حقه؟ علمتني وشان احب علمني كيف انساك. لا حبيبتي انا عندي لك اغنيه تناسبك، تناسب وضعك حاليا. بلا حب بلا وجع قلب، وش انا من ورا هالحب غير الالم غير التعب، وش انا عشو. بنات بس عاد. هاي بنيتي ايش رايك ببيتنا؟ ان شاء الله مستانسه مع اخوانك. ايبا مستانسه، بس مرتك هذه اللي اسمها بدور انا كلش ما ابلعها. لا يا يبا عيب، هذه مثل امك المفروض تحترمينها، وبعدين ترى قلبها طيب لا تشوفينها عصبيه. شنو يبا من اللي نفس امي؟ لا 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 يبا هذه كلش ما تهم امي، انا امي غنيمه وبس. يا يبا ونعم بامك ما قلنا فيها شيء، بس المفروض انك تحترمين زوجتي. وبعدين يا بنيتي انا اقول لك شيء تردين علي بشيء ثاني؟ لان هذا الصج يبا هذه كلش مو نفس امي. اي صج يا بنيتي، انا اتفقت انا وامك انك تزوريني كل عطله وكل اجازه. يبا انت ما تدري عني من سنين. السبب امك يا بنيتي، ايه اللي خلتك ما تشوفيني؟ كذي تسوين؟ حبه حساسيه؟ حبه حساسيه الظالمه ما تخافين يصير في الاصبع شيء؟ نبتليش تروحين السجن يموت؟ ما يصير في شيء، هذا مسقه شاق القاع وقايل انباع. ذبحني ذبحني بدريه، يحوس 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 على الاكل يمد يده، وانا تعرفون موت وسمي احد قاعد يبربس بالاكل اللي انا اسوي. فكرت قلت يا رب ايش اسوي فيه علشان افتك منه ومن شطانته، قمت وحطيت له حبه الحساسيه هذه ذوبتها واعطيته اياه. انزين وبعدين ايش صار؟ صار طاحت قلت لنا بعير نام حلقنا بها. وي وعلي جنيتي على الولد، حسبي الله عليك يا سليمه. امينه؟ تحسبين علي ليش؟ يبا ما في شيء، ترى كلها يوم من ينام ويقوم نزق اكثر من اول. وانا اشوف الولد نايم عبالي فيه جايت النومه اثر انت ذبيحه سدحتك. ماما ماما تليفوني. بعد منو اللي متصل؟ الو صالح 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 شنو؟ صالح انت صبري شوي، خليني اسف صبري شوي. صالح انت وين؟ ليش خليتني وراح؟ شنو؟ ما سمعك شو تقول؟ إيهاب؟ إي إي إيهاب صالح، من هي المرة اللي أنت خاشة فوق عندنا؟ سالفة أنت ما تقول لي عن بدري. ألو بدري عطيني صالح صالح بدري اسمعني. ألو ألو صالح صالح سكة. لا تقولين لا إيبي. ألو حسبي الله عليكم حسبي الله عليكم حسبي الله عليكم، فرقتوا بيننا وبين ابونا ليش كذي؟ ليش ليش شتتونا وشتتوا عيالنا؟ يعلكم ان شاء الله ما توفقون، يا الحب يا ربي ما تعداكم. قولوا امين امين. ايش فيك يما؟ ابوك سوالك شيء؟ لا يما ما سوالك. عيل ليش تبكين يما؟ ابكي يما ابكي يما على حظي
ابكي مال ابوي، ابكي مال ابوي اللي عمره ما سال عني، ويوم سال عني بس علشان يحرمرته فيني، ويوم دشينا السينما واستانس تصالحوا قطني قمت امشي وراهم كاني غريبه يمه. يمه ليش كذي قاعد يصير فيني؟ يعني ايش ذنبي يمه؟ يا ليتني ما شفته، يا ليتني ما شفته. يمه انا ما احبه، يمه انا اكرهه، انا اكرهه يمه. اخي يمه، اخي يمه. تفضلي وسوري على التأخير. لا مشكور وايد ما قصرت. عادي ايش دعوه، ايش مسوي انا؟ بس انا ترى حبيت ابلغك، الاسبوع الجاي الكوز، الدكتور قال اللي ما يب درجات زينه في المترم راح ياخذ درجاته من الكوز. صدقك؟ ايه. زين تلقى بعيده لي؟ اي وين المشكله، عادي معاش طبيتك انت. ايه. اي وين عادي بعيده. زين تكفى خالد كلمه لي، انا ودي اقول حق البنات يكلمونا بس المشكله ولا واحده منهم طابه معاي بهالماده، وتدري احنا باول كورس يعني ما اعرف ولا واحده معاي بالكلاس. عادي بلا تحاتي، انت مكبره الموضوع ان شاء الله، من عيني هذه قبل هذه. تمرين على شيء بعد؟ لا بس سلامتك، مشكور وايد. يلا ودي الوالد، سلمي على الوالد. الله يسلمك. سلام. يما مشغولة؟ قولي ايش تبين؟ يما بيتش بموضوع بس مستحية شوي. وشنو الموضوع اللي مستحية منه؟ يما ما تحكين؟ يما في واحد طالب إيدي. شنو؟ طالب يدك من منو؟ ومنو هذا؟ من احمد اخوي، هو رفيج احمد اخوي. وين شافك بالله؟ تذكرين سالفه الهوشه اللي بالمجمع لما رحنا انا وفجره؟ الظاهر انه شافني وعجبته وصارح اخوي احمد بالموضوع. وانت شفتيه؟ الصراحه لا، بس هو بي ويجيب امه عشان يشوفونك. وبالمره تشوفينه ها؟ بالله عليك انت واخوك تشوفين ان هذا وقت مناسب تفاتحوني بهالموضوع؟ ما شفتي خالتك بدريه اجلت ملكت فجر اختك علشان احنا نمر بظروف صعبه، وانتوا الله يهداكم فاتحين موضوع مو مناسب. ما ادري ما كيفكم، بس ترى هذا اللي صار احنا ما لنا ذنب فيه. هو صدق هذا اللي صاير كله عافسنا، بس احنا شو نسوي؟ يعني احنا حياتنا ما توقف عشان ابوي طلع من البيت، احنا بعد من حقنا نعيش. لا والله، ايش هالجرأة اللي انت فيها؟ سمعيني زين، انا بكلم خالاتك وبالذات خالتك بدريه، لازم اخبرها وبعدين عاد يصير خير. تقنعوني بشنو؟ احنا تكلمنا بالموضوع وخلصنا من زمان. والله يا بدرية انا بعد مو مقتنع من هالموضوع بعد، يعني فكرت فيها قلت ما يصير نقطع رزق بناتنا لان ابوهم مو موجود. انزين ما ندري متى بيرجع. حبيبتي اللي يجري على واحدة من البنات يجري عليهم كلهم. شفيك بدرية، خلينا نتباصر، عاد مو حكم قرقوش وهو هذا. احنا قاعدين نسولف ونتناقش واسمعكم شو تقولون، لكن ترون شلون؟ سووا اللي تبون تسوونه، قرروا اللي تبون تقررونه، بس ها لا تردون بعدين للراس وتقولون يا بدريه اعطينا رايك شوري علينا، ما يخصني. خلاص بدريه انا سحبت كلامي، انا معك. ابرك لك، خليك في مكياجك. بعدين بدري احنا طول عمرنا تحت كلمتك وتحت شورك،
والكلمه كلمتك والشور شورك، وانت الكل في الكل، اصلا انت الكبيره يا بدريه الله يهداك، فسيروا ونحن من وراءكم. شكرا شكرا يا سليمه. يعني خلاص نقطع نصيب البنات؟ امينه انت تحت راسك شيء، قولي ايش عندك. انا اقول خلينا نكلم الجماعه ايون نتعرف عليهم وبعدين يصير خير. زين هو رفيج احمد في الدوام؟ اقول لك رفيجي يمه. ايه رفيجك بس انت تعرفه عدل؟ شو ما اعرف عدل؟ اول ما دوم طبقت معاه هو طلعت ودشات مع بعضانيه. انا اللي اقصده يا يمه يعني عدل عدل مو ها. لا 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 عدل عدل مو ها مثل ما تقولين، ولد اصل وفصل ونعم فيه خوش ريال. زين وطبعه شلون؟ مؤدب خلوق او عنيد عصبي بخيل؟ لا لا مو بخيل، لو هو كذي انا ما مشيته، انت تعرفين عدل يمه. والنعم فيك يا يمه. ايش فيه؟ عقب الاسفه بالعقال هذا. تركع عمك. سليمان. سليمانو صمخ. هاي يمه ايش فيك؟ انت اثول اثول. قم قم. قم اطلعنا بنتكلم انا واخوك. انا داري، انا اصلا اول ما شفتك داشه الغرفه كنت داري اني بنطرد. كان سويتها من اول ما شفتني. زين. يا ربي هالصبي على منو طالع؟ انزين وبعدين؟ لولو. ها بشرين عنك شلون صرت الحين؟ الحمد لله احسن. الحمد لله. محتاجه شيء؟ ايش كان؟ عفوا. سوني سنسن قلت لك تعال. نعم خير. خيره؟ هذا مو كنا جاكيتي؟ كنا تصدق بالضبط نفسه هو هو. انا كم مره قايل لك جاكيتاتي ما تلبسينه ولا تاخذين ولا شيء من الهدوم، يلا ردي الدار. انت شلون تتجرأ تمسكني كذي؟ لحظة أنا كم خدمة بالحياة سويتها لك وما أخذت مقابل مكانها؟ كم مرة عدهم؟ بتردين الجاكيت ولا شلون؟ أنا ماني بعازة جاكيتك، هذا راح أرميه بالشارع. حرة. ويييي قمنا نفكر. هاي بنت شلثم كأنك قمتي تحبين. قلبك دق؟ ايش هالحكي يمه؟ وين؟ تعلميني بالعشق وسوالفه؟ اخ بس اخ من العشق شو بيزل. المهم قولي لي منو ليكون اللي في بالي؟ ها واللي في بالك؟ منو اللي في بالك؟ اذا اللي في بالي انا موافقه وموافقه بعد، لا وبدون تفكير. ها منو اللي في بالك يمه؟ وين؟ أحمده ولد بدرية ولا أنا غلطانة؟ لا يما أنا ما عندي هالسوالف لا حب ولا خرابيط، أنا بنتك تربيتك. بدام إنك تربيتي طالعة عيل على أمك حبيبتك وراح تنيشنين على اللي اختارتها أمك لك، وأنا قايلت لك من زمان ما يصلح لك إلا أحمد بس أنت الله يهداك توك تشوفينه وتحسين فيه. يلا خيرية وين أكلك عشان يمدينا ندش سينما خلصيني؟ لا والله أمشي تتاكلون وترسون البطن وتشبعون وبعدين أنا لا حبيبتي خليه أكلي وأكل على راحتي بعدين بفكرني أقوم زين؟ أنا بفهم الأكل اللي تاكلينه وين يروح؟ وبعدين إذا أنت مو متحملة شيء شكرا إذا فيسك معنا. والله حبيبتي أنت تاكلين تشبعين عادي وأنا لا، الشر علي أنا اللي طالعة مع أشكالكم مالت عليكم وعلى وجهكم، لو أنا عندي ربع جابلتكم طلعت وياكم، كان طلعت ويا ربعي جابلت ربعي مالت عليكم على وجهكم مالت علي أنا اللي برفجتكم وطالعة معاكم زين؟ عدال يوم سكتي الحين أنت اللي قعدت تشنار والكل حابها، أقول سكتي لأهلك فيك قدام الناس وفضحك الحين وأقول إنك مجنونة وعندك كرت أحمر ترى ها؟ إي حبيبتي نقول حق الناس إنك تعالجين عند دكتور نفسي. لا والله أنا أعلمكم إن ما خليتكم تهلقون بالسينما وأقط السالفة براسكم وأخليهم يطلعونكم كذي كذي ويقطوكم مستشفى طب النفسي ما أكون أنا خيرية وأحصل على كل وحدة فيكم 70 دينار، ها هذا مصرف وببلاش بعد صج وناسة مالت عليكم يا المينن. عدال يا صاحية أنتي. هلو شلونكم بنات؟ هلا والله. ايش هالصدفة الحلوة؟ اهلين مها شلونك؟ تمام الحمد لله. هاش عندكم متيمعين؟
ماكو بس جاي ناكل ونتسوق من السينما بعد شوي. يلا هفن بس مو تنسون تيوني المعهد. ان شاء الله حبيبتي هاليومين مارينك اصلا احنا. شنو هاليومين مارينك مشغولين احنا عندنا شغل شفيك. يلا خليكم انا استانسوا ها. يلا باي. شفيك انتي؟ عورتيني. منو هذه؟ وين بتروحون معاها؟ واي معهد؟ وليش انا ما ادري؟ وانت شكو ايش مالك قاعده تشتفي؟ يعني تك 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 انت مالك شغله ما رديت نقول لك. مو كيفكم، ابي اعرف. شهاللقافه شهاللقافه. شوي شوي على النعمة شوي شوي. تاكلون وانا لا. الحمد لله والشكر هاي خوات هذول. يسمونكم خوات. الخوات انتو. بس بس بالعين غير قرقه. بس انا شبعت. اقول لك كل شيء تمام. ايه لقيتهم توا. لا 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 تحاتي. ان شاء الله قريب بلفهم صوبي. لا الا هالشيء. ترى انا مهاوي. ايه خلاص صار صار. شوفي شو يصير معك وبلغينا. مع السلامة. نعم. منو؟ خليه يدخل. منو اللي جاي؟ ما أدري والله. واحد يبي يشوفني. شنو بيشوفك يا معود عندنا الشغل حنا؟ يمكن يبي يتسلف. يا كثر اللي يتسلفون بهالديرة. زادوا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. انا احمد. احمد ولد صالح الاشراء. الو. الو خالد. شلونك؟ أسف على الإزعاج ويا كريم. هلا والله بخير الله يسلمك. لا والله ما بك شيء قاعد ما عندي شيء فاضي خير. بس دقيت عليك متوهقة شوي أحس في وايد شغلات مو فاهمتها. وأنا الله يسلمك قاعد ميح بالنحو ما أعرف شيء. زين شنو اللي مو فاهمته بالضبط؟ أنا فهمت شي عادي ما عندي مشكلة. ولا تدري شلون أنا نصعد فوق أكلمك أحسن فتقولي لي شنو تبين. حيا الله مليانة زارتنا بركة بصراحة نور المكتب وجودك. أقول عادي يا أحمد لا تقطعنا ترى المكان مكانك والحلال حلالك طال عمرك. أنت ود الغالي ود صالح أخوي. الله يسلمك عمي. بس هو اللي يسلمك عمي. اي اتصال من ابوي عرفتوا عنه اي شيء بلغوني. انت تامر امر. بس قول لي يا احمد هو ما دق عليكم؟ الوالده قالت ان اتصل مره واحده بس ما اخذوا منه لا حق ولا باطل. يقولون الخط كان يقطع مو واضح صوته بس اللي فهموا منه انه يسلم واحد اسمه ايهاب. اي ماشي ماشي ولا يهمك. اول ما تجينا اخبار عن ابوك راح نبلغ ان شاء الله وطمن لها اللي حاتون ترى كل الامور ماشيه. مشكور عمي ما قصرت وراح نبقى على اتصال ان شاء الله. ان شاء الله. وهذا كرت يبا دق علي تحت الشيء. تسلم يلا فمان الله. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. سترك يا رب سترك يا الله انك تستر علينا يا الله.
أنا لما قريت الكتاب حسيت أن البطل في الرواية قاعد يحاول يبرر أفعاله ويشرح للناس أنه هو يسعى للخير بينما هو يسعى للشر. إيه بس بعد هو يبي يقول أنه ما له ذنب. أنا أعتقد أن الكاتب كان يبي يفرض وجهة نظره، وترى مو شرط يعني لازم يقتنع بوجهة نظره، في وايد كتاب وجهة نظرهم مو صحيحة. يعني أنا أعتقد أنه أنا أعتقد أن الرواية فيها وايد رموز ويعني أشياء لازم نتمعن فيها، عرفتي شلون؟ شوفي عاد أنا أعتقد أنه لازم بعد يعني نشوف أن الروايات الأدبية هي أكثر من مجرد روايات. يا جماعة ممكن أقول شيء؟ عن إذنكم شكلها الخدامة نسيت تجيب الحلو. إيه قاعد أقولك أنا أعتقد أن يعني الرواية فيها أكثر من مجرد معاني أو شخصية أو لازم نعيشها أكثر، عرفت شلون؟ كفيلي وارفع البوشية خليني أروي ضامية لعطشاني. الله الله على أغاني قبل. يا الله يا الله إني ميتة من القهر. شوفي وقلت شيء، ترى أنا وحدة، لا تشوف إني أنا قاعدة هني بالمطبخ يعني أنا أحب اللويا، لا أنا دم ضروسي الحنة، الحنة واللويا هذه أنا ما أحبها. إيش فيك؟ ليش تحلطمين؟ إيش فيني بعد؟ هذه ضياء قهرتني. يا ربي ما حد قالك أنت اللي جايبة القصة على نفسك، أنت اللي مجمعة هالحريم حاطتهم تعلمينهم القراءة والكتابة وتقولي لهم قصص وتقولي لهم إيش حق تدورين القصة على عمرك؟ ليش ليش؟ ليش بعد؟ أمي معتهم علشان نتكلم عن الرواية اللي صار لي شهر وأنا أحن عليها. تخيلي كل ما أتكلم تنط هذه الأخت اللي اسمها ضياء وتحن وتحكي وما تعطيني شانس أتكلم. إيش كان شحنتيها؟ كان سكتيها؟ كان قلتيها حن فبر بمكانك لا تحركي؟ شلون؟ فهميني شلون أشعمها وأسكتها شلون؟ أنتي ممكن تهدين؟ ممكن تذكري ربك شوية؟ ممكن تقولي لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله؟ اهدي. لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تعوذي من إبليس واهدي، وأنا اللي راح أقول لك شلون. أنتي لما تجمعين هالحريم هذه ضياء شو تحب تاكل بالضبط يعني؟ أنا قريت كتاب ما أدري المؤلف ناسي اسمه، بس كانت رواية وايد حلوة فظيعة، بس مو قادرة أتذكر اسمه. تلقين هي وايد وايد حلوة. تفضلي. مشكورة ناتشز. مشكورة حبيبتي. بالعافية. عاد أنا أدري إنك تموتين فيها الأكلة. إي وايد أحبها. إنزين نرجع للرواية، في بعض الشخصيات واضحة وبعض الشخصيات غامضة. أنا قولي قولي حبيبي قولي. أبي قولي كل خاطر. أبي ما ماي حبيبتي تكلمي، كلنا أذان صاغية. ماي وايد حار. ماي أبي ماي بليز. ماي يمعود الموضوع شكله بدا ينحل. ديمو اختي متقدم لها واحد، وامي وحريم ابوي قرروا يقعدوا معاه. معود كان زين تكون فاتحه خير علينا واتزوج وافتك منهم. ان شاء الله ان شاء الله. عدنان انت ايش فيك؟ بالتليفون حاقرني مالك خلقي. هني سرحان، انت شنو مليت من سوالفي؟ لعيبه وياك وياك. وين وياي؟ يبانا في موضوع شوي شاغل بالي. موضوع شنو؟ قول لي حبيبي ممكن اقدر اساعدك. لعيبه يا شغله خاصه فيني تتعلق بالبيت والاهل. امك وابوك ردوا تهاوشوا بعد؟ لا حبيبتي شيء ثاني بعدين اقول لك عنه. ما ادري عنك، خليني اطلب لي شيء اكل، انا ما قدرت اتاخر على البيت ترى. ادني؟ هلا هلا شلونك؟ شلونك يا باشا اخبارك؟ تمام الحمد لله، انت شلونك؟ والله الحمد لله. فجر خطيبتي نواف رفيجي. اهلا وسهلا. اهلا. طيب شلونك شخبارك؟ والله الحمد لله. انت متى رجعت؟ بس ما صار لي كم يوم رديت. زين انت كم شهر قاعد في فلوريدا؟ خبرك عتيج فلوريدا حبيبي، طلعت منها وقعدت بعدها بتكساس شهر ونص،
بعدها مليت برد الديره. زي شفناك يا معود، مو تقطع ها؟ اكيد افعلك، لا تحاتي. رقمك مثل ما هو؟ اي نفس ما هو. خلاص هدق عليك انا حبيبي. تبي شيء؟ حبيبي يا اخوي يلا حبيبي. اشوفك. على خير ان شاء الله. انت شلون تقول لي انا اسمي فجر؟ شلون تعرفه علي؟ وش فيك على نواف؟ نواف رفيجي رفيجي. بعدين اهلي يعرفون اهلي. بعدين انت شنو مستحيه؟ انت خطيبتي وبعد كم يوم تصيرين مرتي على سنه الله ورسوله. عادي. المهم يلا خلنا ناكل لنا شيء يلا عشان يمدينا انا الحق النادي. زين. يلا طلبي لي على ذوقك. لو سمحت. هلا والله اخوي. معك اللاعب؟ لا والله اخوي انا ما ادخن بس يمكن تحصل عند السكيورتي تحت لان ممنوع تدخن هنا. والله احتري ممنوعه بس شفت المس مال الانجليزي؟ لما تيجي تشوفني ادخن هني تيجي تعصب وتأفر فانا احب اقزرها هني استانس بالمعهد. على كل حال انا تشرفت بمعرفتك. حبيبي. عن اذنك. وانا اكثر. حبيبي مع السلامه. خلاص قومي الحين راح يذبحنا قومي. سكتيني ايش فيك انت ما تسمعين يا ابني شاخر؟ يعني انت فجر قنبله هني ما راح احس فيها زين؟ حنجرب. فجر قنبله؟ صارت. يلا انتشري. انتوا شو تسوون؟ تعالوا 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 انت ليش واقف لي؟ والله ماكو ناطر السايق شوي وياي. اذا كان مش واثق بسيارتي. اي بلا تحاتي. السايق جاي. عموما تشرف فيك حبيبي. مشايل راسي. ونعم سمان شراع. ونعمت. ما عليك زين. خلاص ان شاء الله باكر نتلاقى المعهد حبيبي. ان شاء الله باذن الله. زين سمان انا مش واثق والله وقت تاخر. زين بس خليني اكلم السايق عشان لا يجي. يبا دق عليه وانت بالسياره تعال اركب هي. اركب اوصلك. اخاف اكلف عليك. لا يا عمي بلا تكلف علي ولا عادي تحت امرك. حبيبي ما قصرت. علشان لما اقول لكم مره ثانيه لا تروحون غرفه يدكم وتاذونا سمعون الكلام وتصيرون اوادم. قلعتكم جزاكم واقل من جزاكم. لما اقول لكم وقت الدراسه وقت واللعب وقت ثاني، لا تقعدوا تخلطون الدنيا كلها تنثبرون بغرفكم وتدرسون. انتوا ايش فيكم؟ انتوا ليش ما تتعلمون الرقي؟ ليش ما تتعلمون البرستيج؟ ليش ما تتعاملون معنا باسلوب حلو؟ اي رقي؟ اي برستج اللي تتكلمين عنه؟ ايش في اسلوبنا؟ ماما بدريه يا شمعه قلبي انت يا حبي، احنا درسنا درسنا بلعنا الورق، اقول لك شيء حاشني عصر هضم مو قادره اهضم خلاص. اوه كذابين كذابين مبين من عيونهم. يلا 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 فوق روحوا درسوا يلا فارجوا. خالتي انت ايش فيك؟ تخلخلت حنوتك حتى تخلخلت حنوتك، اسمها يمه بدريه. يمه انت ايش فيك؟ انت والهواء دائما ضدي ولا مره وقفتي معاي، ايش فيكم علينا؟ ترى درسنا. يمه يا قلبي انتو يا حبايب عمري انت، اقول لكم شيء اعترف لكم، امي والبنات قاعدين فوق يحطون خيار وروب بويهم ما يشخربطون واحنا ما نقعد معهم عروسنا. روب خيار مدري ما كلتي راحت. يبا شلونك بعد؟ شو اخبارك؟ شلون دوام وياك؟ الحمد لله تمام، الشغل وايد يا ولدي، العمر يخلص والشغل ما يخلص، ماني ملحق. عساك على القوه يبا. وياك انت شلونك زين؟ الحمد لله. شلونك مع الحب؟ الحمد لله ماشي امورنا. امورك طيبه؟ الحمد لله. عسى دوم عسى دوم ان شاء الله. يبا تبي اصب لك شاي؟ اي والله ما عليك امور. ان شاء الله. تبي شكر يباي؟ لا لا بدون شكر. ان شاء الله. بس لا تكثر بس كافي مشكور. ان شاء الله. تفضل. الظاهر عندك شيء انت بنت فاضي، اصب لك شاي. قلعني تسأل عني. قول ايش عندك؟ والله يبا بغيتك الموضوع. ادري ادري تبي لي بموضوع، تبي فلوس؟ لا يبا الحمد لله عندي فلوس. ايش تبي؟ يبا مثل ما تدري بعد ان ورا الخطبه زواج وسفر. ايه عادي. خذ زوجتك وسافر معاها شهر العسل الديره اللي تبيها، ابى اعطيك كرت في مبلغ اصرف فيه اللي تبي. عيب الموضوع مو كذي. الموضوع انه ورا الخطبه باخذ مرتي بنسافر برا نكمل دراستنا. شنو؟ تسافر برا؟
عدنان تدرس هني ما في برا، انت ولدي الوحيد وانا ما استغني عنك، ادرس الصبح وتعال ساعدني العصر، جاب للشركه شوي وياي، لكن سفر برا انا ما استغني عنك. وبس يبا بس ولا كلمه، لا تقعد تبسبس علي حبيبي، سفر ما في، اخذت قراري، تدرس هني يعني تدرس هني، مفهوم؟ الحين اول شيء بحط لكم ماسك عسل، وعقب الماسك بنحط تونيك وننظف وجوهنا، وبعدين نسوي مساج خفيف حق الشعيرات الدمويه اللي بالوجه. هذا المساج يخلي ولا تجعيده تتم بوجوهكم، لو عمرك 90 سنه ماكو ولا تجعيدايه. يا سلام، واحنا احنا الكبار هالتجاعيد هذه شو اخرها؟ ما تقولين لي؟ اوف عليك يا قلبي، انا اقول لك شو تسوين؟ هذا انا اقول لك حبيبتي، طايحه فيني بس هالحبوب مال الفيتامينات تعطيني اياهم، قولي لي من هالماسكات اللي تسوينها. بدري الله يهداك، هذا مخيمر، مخيمر دائما جاهز وكاهو جاهز. شوفي هذا، هذا كذي تحطينه على عيونك، ها كذي تنامين لك شوي قيلوله ولا ريلاكس كنك ما تدرين، اذا شلتيه ولا زرقاء اليمامة تشوفين بعد 2 ولا 3 كيلو، العيون كذي مبطلة، لا بوتكس ولا فلر ولا شيء، كاني مثلي أنا قدامك غنيمة أحلى حريمة. يا ريت تهتمون بالقراءة والاطلاع كثر ما تهتمون بالشكليات، بالله ليش المبالغة ها؟ ليش؟ حكى المتنبي. يا يمم، وهذه إيه هي استعدادات خطبتي؟ يعني أنا بنخطب كل يوم؟ راح أتزوج كل يوم؟ هي مرة بالعمر إن شاء الله تتم. يعني بعد إذنكم الدكتورة موناليزا، يعني الحين أنت مهتمة بجمالهم ومهتمة أنك لازم تسوين وياهم حلو، وهذه وعرفنا ليش مهتمة وش تبي تسوي وش عطى عمرها علشان بتنخطب. بعض الناس اللي يمهم اللي على يسارهم كجا مرحبا. نعم خالتي إيش دعوة، خو تعرفيني أنا مع الخيل يا شقرة، شو داخذ اخوه شيء احصل لي ريل؟ هذه الغيره طال عمرك مقيوله، يعرسون 2 وينون 2000، اميانن اللي قولهم من يساعفهم من يساعدهم. خالتي خالتي لحقي لحقي. خير شبيك امك؟ لات امي الله يستر، انا بسوي جلسه مساج. احنا بوداركم حسه وهذا ماي، نعمه من الله فلوس، وانتم قاعدين تلعبون في الماي؟ هذا كل يوم شغل مالنا، ماي هذا موت. يعلك الموت يعلك الماحي، لو حديقه ابوك ما لعبت كذي بالماي. يمه هلا 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 بيك يمه. شيل شنطه شيل شنطه، شيلها شيلها يلا. شفيك ما شفيك يمه، ما تشوفين اللي يلعب بالماي حرام مو زين، روحي سكري الماي. اشوفك جايبه شنطتك. اي قلت يعني باقي عندي كم يوم اوسع صدرك، وهم اشوف شرايكك اللي لاعبين عليك لعبه. لا كلهم بخير وطيبين، حياك حياك داخل. الله يحييك، شلونك انت شو اخبارك يمه؟ عساك بخير؟ طيب الحمد لله. الله يحييك يسلمك يمه حبيبتي. ابا صدق كل ما مليت جيت هني كسرت راس ربع ومشيت. اي زين تسوي؟ مو انا كله قاعد مجاب اخواني بالديوانيه ولا قاعد ويا خلود اخوي على الحب. ليش انت ما تيها الاماكن هذه؟ لا كلش، من كذي قررت ادش المعهد اتعلم شيء جديد. الا تعال، انت ليش اخترت اللغه الايطاليه؟ ما ادري، احس اغانيهم حلوه، طريقه نطقهم، حتى عندهم الاغاني والاوبرا ما اوبرا ترى كلها بالايطالي. عندهم مطرب حد قوي اسمه لوتشانو بافاروتي، هذا اقوى مطرب عندهم، تعرفه؟ اعرفه اي، هذا الله يسلمك ابوي، انا قبل هذا ما ابلعه، لوتشانو بافاروتي ما ابلعه، ايه؟ بس ابوي من كثر ما غثنا فيه يعني يوميا يحط لنا اياه على الغداء بالحديقه واحنا قاعدين بالصاله، وين ما اقعد حتى مرات لما اطلع بالسياره يحط لنا سيديات، فبديت احبه صراحه. ذويل انا على بالي اول شيء لما اخذت اللغه الايطاليه، انت على بالي انت مشخط لدروب من ايطاليا لهذا، حتى شوف ساعتك ايطاليا، لبسك اغلبها ايطالي. شفت؟ لا وين مينون انت ايطاليا والله حدي. بس انت يوم قلت لي سالفه ابوك ذكرتني بواحد ينقال له الوالد،
يموت على صوت نشرة الأخبار مال تلفزيون الكويت حزت الغد. يا أبوي ما أشوف غيره. خلك من أبوك وأبوي ولوية المعهد تكفى، أنا جاي هني أستانس وشكلي بضيفك على اللستة مالت الربع اللي كل يوم أكسر راسه بني على الطاولة.